حمام حمام اسوار صفر تشتغل الخوله تحكي ورا خذ ما بين اخوان نفسها خذ اللي بده يحكوا تشكيلات عبد الجابر حبيب ممثل ومخرج مسرحي، عملي الحالي مدرب في مدرسة المسرح. مدرسة المسرح تابعة لهيئة الثقافة في إقليم الجزيرة. مهمة والغاية من هذه المدرسة هو تدريب الأطفال من سن 8 سنوات وحتى سن 18 وتقريب هؤلاء الأطفال إلى المسرح. طبعا عملنا في الدورات وأعداد الممثل تدريب الطفل على الحركات المسرحية وعلى الإلقاء والأداء الجيد. وطبعا كانت لدينا دورتين قبل هذه الدورة الثالثة التي سنعرض مشروع هذه الدورة بعد أيام. علينا أن ننشئ جيل يحب المسرح، والغاية من هذه المدرسة هو أن ننشئ هذا الجيل. فإذا كان أسسنا بشكل صح حتما بعد سنوات سيكون هناك مسرحيين شباب يحبون المسرح ويتفاعلون المسرح، وممكن عن طريق هذه المدرسة أن يكون هناك جمهور مسرحي في السنوات القادمة إن شاء الله. تدريبات المسرح بالتأكيد لدينا تدريبات مسرحية خاصة بالمسرح، من الليونة إلى الصوت إلى الحركات إلى تدريب الطفل على الحالات المسرحية، كل هذا موجود في التدريبات المسرحية. عن مهرجان الطفل حتما يجب أن يكون هناك في السنوات القادمة مهرجان مسرحي خاص بالطفل، لأننا عملنا في هذه التجربة وسنكرر هذه التجربة مرة أخرى، وطبعا سيكون هناك زخم للعمل المسرحي الخاص بالطفل، والمهرجان سيكون إن شاء الله في القريب العاجل.